قال مستشار خاص للأمم المتحدة إن الجهود الدبلوماسية تبدو ضعيفة تماما بالنسبة للعمل الإنساني في سوريا. وقال جون إيغلاند في جنيف إنه لم تكن هناك ولو قافلة واحدة لنقل المساعدات الضرورية للحياة إلى المدنيين في المناطق المحاصرة لأكثر من شهرين. ووصف المستشار الخاص للأمم المتحدة الحرب في سوريا بالحرب التي يفر بسببها ملايين الأشخاص خوفا على حياتهم كل عام. وقال إن الوضع يصرخ قائلا يجب وقف إطلاق النار.